اهلا وسهلا غزالة ديالي، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. المهم هاد الايامات كاين غير السهرات والحمد لله، لان كلشي كيسر بيعمل كلشي قبل رمضان. اليوم كاين ديفيلي ديال جلالب والقفطان اللي معروضه عليه اللي هضرت لكم عليه. وبالنسبه لهذا القفطان الزوين اللي لابسه اليوم انا من عند نبيله انكا بريستيج، هذه تكشيطه ماشي قفطان ولكن تكشيطه خفيفه، راه جابت لا كوليكسيون جديده، غنلقى فرصه نمشي نصور لكم. الاثمنه عند نبيله مناسبه 150 170 200، يعني تري بون بري بارابور لا كاليتي ديال البرودوي. ومرحبا بالجميع، انا عملت معها لا غوز جولد اللي بارطاجيت معكم ب 25 اورو من الشوسيت غون، وهذا الصاك البسيط ب 12 اورو، وجا كلشي هو هذاك. كنعاود نشكر فيستا مار اللي عطاتني هاد لانفيتاسيون واللي عرفتني على هاد ماروكان شو كفتون انترناسيونال، اللي صراحه ما كنتش كنمشي لعمرني لان كنت ديما كنخدم وديما مشغول وديما ما عنديش الوقت. دونك ميرسي فيستا مار، وحتى بغيت نبارطاجي معكم باش حتى البنات يعرفوا بان كيكونوا هاد الاجواء الزوينه العائليه. وصراحه كانوا ناس اللي سند عمتي ماجين بوحديتهم، كانوا المراه وراجله وليداتها، كانوا المراه وبناتها، كان فريمون سيتي تري بيان. عجبني الحال بزاف، بالخصوص ان احنا هنا ما عندناش فين كنفوجوا، وعاد دابا داز على الكوفيد، يعني ما كاين لا عراسات لا مناسبات لا حتى شي حاجه. دونك شكرا لهم بزاف اللي افتحوا لي الفرصه انني جيت لهنا انا والصديقه ديالي. وشكرا للبنات اللي جلسوا معنا، وشكرا للبنات كاملين اللي تلقات شي صورته شي ما صورتوش. هذوك اللي تصوروا غير اللي تصابوا في يدي التليفون، يعني صدفه. تبارك الله على بنات بلادي الزوينات وعلى الجزائريات وعلى التونسيات اللي كانوا حاضرين كلهم، الجميلات الجمال الداخلي وعاد الجمال الخارجي. ما شاء الله فريمون كل وحده كتبهرني اكثر من الثانيه، لا بالحسن الخلق ديالها ولا بالكلام الزوين ولا بالشكل ولا بكل شيء. شكرا لكم، والشرف ليا انني نعرف عندي هاد لودويونس الزوينه اللي القلب ديالها زوين. وبالنسبه للباركينغ في هاد البلاصه صعيب شي شويه، بالخصوص اللي جا مع الطلمي. الحمد لله واحد الزوينه منكم قالت لي خرجي باركي ستاسيوني برا، حيت هي وقع على نفس الشيء، غير صدفه عقلتني وهي تقول لي لا مي خرجي برا. والحمد لله في الخارجه لقيت البلاصه هانتوما، وحتى نتوما الا كنتوما جايين تحضروا في هاد لاصال برمنغهام جيو بكري، والا الا جيتو معطلين شوفوا على برا، حيت فريمون صعيب ستاسيونمون في هاد البلاصه. وغنقول لكم فرجه ممتعه. Yeah.
لنا سلام على رسول الله لا كتاب شمال طنجة والزين جميل من مدينة طنجة والنقاط حتى هي من مدينة طنجة وتنعرفوه طنجة وما أدراك علاقتهم بالأناقة والجمال ونتمنى إن شاء الله التوفيق لطوب موديل ريم
vie ta vie et t'en as rien à foutre des commentaires. Tu manques de quoi des commentaires, tu te dis n'importe quoi. Garde ton gros sourire. رشيدة وحدة الموسيقى ناقصة معايا رشيدة النقاشة المكسل ومن لا يعرفه على اللب فوقي صغيرة سالة إن شاء الله قريبا غير نكمل الروينة ديالي غادي تجي تبدي شي كنيسة واعرة اللي بدنا نتحنى جبدينا التاوي التواوي مرشان شوفوا بنا مرشان مرشان التي خدمت هذه التصاميم السيدة فاطمة الزهراء سويدقة من مدينة طنجة. تحت فقاتكم نستقبل الجميلة فاطمة الزهراء سويدقة. و كانوا ما عرض الأزياء اليوم، أنا مش عرض الأزياء لأنه ما عنديش لافاية. تصفيقات حارة وتشجيعاتكم طبعا للسيدة فاطمة الزهراء سويدقة. التي سهرت على تصميم هذه المجموعة من تكاشط أو رطفاطن المغربية وطبعا الناس اللي كاينين هنا تما شكرا لكم بزاف، شكرا شكرا للناس اللي جاو لحدنا، انا فرحان بزاف. عاودوا سمعوني شي تصفيقه عزيزي اللي سمعت عليا ضيف. غادي نقولوا ديك الجمله الشهيره ديالنا بدايه الحقيقه، يقول الشاعر الكبير شكون هو؟ ابا حاجي من الرباطي ديروها بصح يلا يا الصراحة الخير وجود الخير
هز كل شيء. Yeah.
انترناسيونال شوك اوف طون كيكون كل عام كتكون سهرات عائليين كيكونوا لي كوب المراه وراجلها وليداتها ولا الام ديالها ولا المهم كيكونوا سهرات عائليين كل عام كيكونوا فيهم لي ديفيلي ديال القفاطن ديال الجلالي. بصراحه ما قديتش نحط لكم كل شيء وما صورتش كل شيء باش حتى انا استمتعت شويه بالسهره ديالي. غادي نعاود نشكر فيستاماغ على العراضه الزوينه ديالها وعلى الزوج ديال الكريم حتى هو اللي كان حاضر. البنات كاملين شكرا لكم، رحمه بيوتي، نجوى ستيل، الزيانات، المصورين، الناس كاملين اللي خدموا باش ينجحوا هاد ليفينمون، لورغانيزاتور سي يوسف ومراته اللي تعرفت عليهم في هذيك الحفله. المهم بزاف ديال الناس، والا كنتم مهتمين ان شاء الله وطول الله في العمر فين ما يكونوا بحال هاد لي زيفينمون نحط كم لي زافيش بالنسبه للناس اللي كيبغيو يفوجوا كيمشيو مع لي كوبل مع الازواج ديالهم ولا مع الاولاد ديالهم ولا كل واحد. قبل ما نسد معكم الفيديو ننسى كنشكر الغزاله الرودانيه اللي من تارودانت اللي حتى هي يوتيوبرز وانستغرامز وكانت معنا في الطابله ديالنا واللي صاحبتي هي فريمون كانت غافي بالمعرفه ديالها ومن بعد حتى انا هضرت عليها وجلست معاها
فريمون مرا زوينه وواقعيه وحقيقيه، وعجبتني بزاف كيفاش الطريقه ديال التفكير ديالها والعقل الكبير اللي عندها ما شاء الله، واخا كانت غير مؤقته. فشكرا لها حتى هي، وشكرا كاع الفنانين اللي ما صورتهمش يسمحوا لي.